السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. إذا تيارات شمالية شرقية مضطربة ورطبة على حوض المتوسط، خاصة الواجهة الشرقية، سحب سفلى كثيفة خلال هذه الليلة، تواصل لزخات مطرية رعدية إن شاء الله ستتهاطل على الواجهة الشرقية خلال يوم الغد، كذلك ستتواصل في التهاطل على الواجهة الساحلية، بينما على المناطق الوسطى وكذلك المرتفعات والهضاب بالسحب السفلى ستنتشر خلال الأمسية إن شاء الله، بينما بعد تلاشي الضباب على الواجهة الساحلية الغربية في الأجواء تبقى مغشات، كذلك على الجنوب الغربي الصحراء الوسطى حتى على شمال الصحراء. بعض الأمطار المتفرقة ستتهاطل خلال أمسية اليوم، ستخص مناطق الجنوب الشرقي، كذلك رعود منعزلة إن شاء الله ستتشكل خلال أمسية الغد على أقصى الجنوب، كذلك منطقة الهجار والتاسيلي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 5 درجات إلى غاية 9 درجات على الهضاب والمرتفعات، 13 درجة على العاصمة، نفس المقياس على تلمسان بجاية جي جيز كي دعنا بالطارف حتى على بشار، 22 درجة على تندوف وبن عباس، 20 درجة على كل من أدرار تنيم وإن صالح، كذلك ولاية جانت 21 درجة على التمرة، 6 المقياس على أقصى الجنوب 26 درجة. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى تبقى فصلية، إذا ستنخفض لغاية 17 درجة إن شاء الله على كل من البيض، نعامة، سعيدة، أفلو، ننتظر 18 درجة على الجلفة، لغوات، المسيلة، كذلك سطيف، 23 درجة على البليدة، تيزي وزو، البويرة، 24 درجة على العاصمة، 21 درجة على كل من تيارت، كذلك بجاية، جيجلسكي، دعنا بالطارف حتى على قالما، 27 درجة على بسكرة، 25 درجة على كل من بشار، كذلك ولاية غردايه، 34 درجة على أدرار تيميم ونطنرة، 6 أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 39 درجة. البحر خلال يوم الغد سيبقى إذا من قليل اضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى خاصة السواحل الشرقية، هنا رياح معتدلة ضمن تيارات غربية شمالية غربية تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة، ضعيفة متغيرة الاتجاهات على الواجهة الوسطى والغربية مع بحر هادئ غربا. أما عن وقت الشروق لصباحة الغد في تمام 7 صباحا، أما الغروب في تمام 6:04، ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع في أمان الله.